نيجي امي بتقول روح عبى ماي، بنيجي من عبى ماي من صف دور بنقعد ساعة وساعتين ونص ساعة، بالأمرية أكتر بنقعد. إن نعبى مية نقعد، أم رب بنلاقيها فيش مية، بنقف دور نقعد ساعتين فيش مية. نرجع بقول لأمي فيش مية، بنقعد قتلنا يا ماما من وين نشرب إخواتك؟ كيف بدنا نعمل حليب لإخواتك؟ والمية هذه هي أصلا الحياة كلها، فيش إنسان بيقدر يقعد من دون مية. لو مالحه لو حلوه برضه عادي، فيش انسان بيقدر يقعد من دون ميه. نيجي بناخد لنا هالقنيتين هالثلاثه بنيجي بنعبيهم ماي، بنرجع بنلاقيها مالحه. نفسي تخلص الحرب على خير، ما حدش يتضرر منها. كل واحد يرجع لبيته احسن. نرجع حياته زي ما كانت. الاولاد الصغار اولادنا بروحوا عندي الجامع، بتكون الجامع فضيت الناس، بيكون نصف فيه طوابي، بتكون الميه خلصت. اللي اخذ دور اخذه، ما اخذش بنعبي ميه مالحه زي ما انت شايف. الوضع صعب جدا، ولا ميه ولا كهرباء ولا اكل ولا شرب، زي ما انت شايف نايمين على الارض وعلى الحصوه، حتى كمان الميه ميه مالحه. عندك اطفال بيشربوا حليب، بنعمل لهم الميه المالحه، هذا خطا عليهم. بنغسل اواعينا، بنشرب ميه المالحه ولا اكل ولا شرب. يعني بالمره الحياه صعبه جدا.